فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوش أولى ثانوي، إزيكم يا باشمهندسين؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أعرف يا شباب إني مقصر معاكم شوية، معلش ظروف غصب عني والله. إن شاء الله النهاردة يا باشمهندسين من فرع حساب مثلثات هناخد الدرس الثاني بإذن الله، حل المعادلة المثلثية. إزاي تحل أي معادلة لو كان فيها جاجة تقاقة تزازة طاول الحاجات دي كلها يا هندسة؟ الموضوع بسيط سهل جدا يا أستاذ. قبل أي حاجة نسمي الله، بسم الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. درسك يا باشمهندس في شوية تراكميات لازم تستذكرها، يلا نفتكر مع بعض. خدنا حاجة اسمها دايرة الوحدة. ايه دايرة الوحدة دي يا أستاذ؟ دي دايرة كان طول نص قطرها وحدة طول واحدة، تمام، وكانت يا باشمهندس مركزها هو نقطة الأصل. برضو يا أستاذ إلى الآن تمام. قالك يا باشمهندس دايرة الوحدة كانت بتقطع المحاور في نقط. النقطة دي هندسة كانت عبارة عن واحد وصفر، وهنا صفر وواحد، وهنا سالب واحد وصفر، وهنا صفر وسالب واحد. إلى الآن تمام؟ تمام. وكانت النقطة اللي بتنتمي لدايرة الوحدة أول خانة فيها جتا وتاني خانة فيها جا، صح يا أستاذ؟ وبالتالي أي نقطة يا أستاذ في الأماكن دي كنت بقدر أعرف منها إشارة الدالة إيه. يعني النقطة اللي هنا في الربع الأول موجب وموجب، يعني إيه؟ يعني الجتا موجب وجا موجب والظا موجب وقا موجب وكله موجب، تمام. طب هنا يا أستاذ كان سالب وموجب، يعني إيه؟ يعني يا أستاذ الجتا سالبة والجا ومقلوبها هي اللي بالموجب. النقطة اللي هنا كان يا أستاذ عبارة عن سالب وسالب، يعني الجا سالب الجتا سالب، لما أجي أجيب الظا اللي هي جا على جتا هتطلع بموجب، يبقى هنا الظا اللي بالموجب يا أستاذ. طب وهنا دي كانت عبارة عن موجب وسالب، يعني الجتا هي اللي بالموجب والباقي سالب. فعشان كده الراجل كان بيقول لك ايه، هندسه كل جبار ظالم جاته داهية تاخده لو محتاج تعرف الاشارات. كل موجب جبار ظالم جاته داهية تاخده، كده انت تقدر تعرف الاشاره. يبقى ايه اهم حاجه انا قلتها الى الان؟ اهم حاجه يا باشمهندس وانت بتحل مسالتك الجتا طلعت بموجب نص، تبقى انت عارف ان هي قيمتها في الربع الاول والثاني. لما اقول لك جتا بسالب نص، الجتا سالبه في الثاني والثالث، الجتا سالبه في الثاني والثالث، يبقى القيمه اللي انت هتجيبها تروح للثاني والثالث. ده اهم حاجه الى الان، تمام؟ تمام. طيب خدنا يا باشمهندس حاجه اسمها الزوايا الربعيه في الترم الاول. الزوايا الربعيه كنا بنقول هنا الزاوية صفر يا أستاذ، وهنا الزاوية 90 المعفنة، وهنا يا أستاذ الباي أو السالب باي، وهنا يا أستاذ 270 اللي هي 3 باي على الاتنين، وهنا 360 يا أبو حميد. تمام، كويس قوي. هنا بقى محتاج أسألك سؤال، قول يا أستاذ، هو جا كام اللي بتساوي صفر، وجا كام اللي بتساوي واحد، وجا كام اللي بتساوي سالب واحد؟ قمت انت قايل يا دي النيله هو ملحق ولا اكتر؟ قلت لك هو واحد، ما تقلقش. بص يا استاذ هقوم باصص لخانه الجا، الجا في النقطه هي الخانه الثانيه. جا كام اللي بصفر؟ جا صفر يا استاذ، يبقى دي لما كانت السيتا بتساوي صفر. طب جا كام اللي بواحد؟ الخانه الثانيه دي جا، جا واحد عند التسعين يا أستاذ، يبقى السيتا لما بتساوي باي على اتنين. جا كام اللي بتساوي سالب واحد؟ جا كام اللي بتساوي سالب واحد؟ أهو يا أستاذ ده تلاتة باي على اتنين، صح. هتاخد النهاردة يا باشمهندس حاجة اسمها الحل العام. إيه بقى يا أستاذ الحل العام ده؟ قالك بكل بساطة وسلاسة ويسر، بكل سهولة هتيجي
تقول له الصفر ده لو انا لفت لفه كامله هرجع له، ودي لو لفت لفه كامله هرجع لها، ودي لو لفت لفه كامله هرجع لها. يعني الحل العام يا استاذ بعد ما بطلع الزاويه بضيف له 2 باينون بس، هو ده. والله والله هو كده. طيب كلام كيوت خالص يا استاذ. من التراكميات اللي انا محتاجها برضو لازم تاخد بالك منها، قول يا استاذ، لو جيت حضرتك قلت لك قيمة للجان معدية الواحد او السالب واحد بفاي، مش فاهم، مش انت عارف الجا او الجتا القيمة بتاعتهم بتكون ما بين سالب واحد وواحد، وان القا والقتا قيمتهم لا تنتمي لسالب واحد وواحد، قيمتهم مش بسالب واحد وواحد، مش برقم ما بينهم، ده برقم اكبر منهم يا هندسه. خد بالك القا والقتا القيم بتاعتهم اكتر من او تساوي السالب واحد وواحد، يعني ما ينفعش تبقى نص، ما ينفعش تبقى ربع، ما ينفعش تبقى خمس. وبرضه هنا الجا والجتا قيمتهم ما بين سالب واحد وواحد، يعني يا باشمهندس ممكن تكون بنص، انما لو جيت قلت لك باتنين ما تنفعش، ثلاثه برضه ما تنفعش. دماغك صحت؟ تعالى بقى نربط دماغك في بعضها. في حاجه اسمها يا باشمهندس الحل العام. يعني ايه الحل العام؟ يعني اما اجي اقول لك يا هندسه هو جا كام اللي بنص؟ قمت انت قايل 30، كلامك كده صح بس مش دقيق. ليه يا استاذ؟ اول حاجه لازم تعملها، اول حاجه تاخذ الاشاره لتحديد الربع. ده دي الجام وجابها يا استاذ، يبقى كانت ربع اول وربع تاني. الزاويه هنا 30 والزاويه هنا 30، يبقى اول زاويه كام؟ 30 يا استاذ. طب تاني زاويه كام؟ انا بقيس من هنا، افتكر ان احنا بنقيس من محور السينات الموجه، يبقى الزاويه دي 150 يا استاذ. صح. عشان تعمل حل عام بتحط كام؟ 360 يا استاذ، يبقى زائد 2 باي نون، زائد 2 باي نون. طب هو ينفع يا استاذ كده؟ يبقى باي على 6 زائد 2 باي نون، وهنا 5 باي على 6 زائد 2 باي نون. هو ده يا باشمهندس الحل العام. ايه ده يا استاذ؟ ده ما فيش اي حاجه جديده عن الترم الاول، ما احنا خدنا المعادله دي في الترم الاول. بالظبط، هو الراجل عاوز يعمل حل عام بتضيف لفه كامله. يعني ايه؟ يعني يا استاذ لو انت عاوز تعرف ايه الزوايا اللي قد ال 30 لف لفه كامله، يعني اجمع 360 مع 30 390 وهكذا، يقعد يديك كل الزوايا اللي قدها. وبما ان في زاويه كمان اذا الثانيه دي هعمل لها حل عام برضه. تاني تاني يا استاذ، تاني يا حبيبي، لو انا معايا جا 6 قيمتها بسالب نص، قمت انت قايل يا استاذ هي الانجل 30 درجه بس السالب بيدل على انه مش مكانها، تمام. فانت قمت رايح قايل ان هي سالبه في الثالث وفي الرابع، حط الزاويه ما بين محور السين كده. اول قياس كام؟ 210 يا استاذ، لان ال 180 زودت عليها 30 يبقى 210. طب هنا كام؟ 330. يبقى الرقم ده عباره عن كام؟ 7 باي على 6 يا استاذ زائد لفه كامله. طب الرقم الثاني ال 330 دول عباره عن 11 باي على 6، واضف لهم لفه كامله هندسه. الى الان تمام يا باشمهندس؟ اوجد الحل العام. جذر 2 جا سيتا ناقص 1 بتساوي 0. جذر 2 جا سيتا بتساوي 1 يا استاذ، ومنها جا سيتا بتساوي 1 على جذر 2. جا كام اللي بواحد على جذر 2؟ قلت انت قايل يا ابو حميد هي الزاويه 45. صح، بس هنا بوجبه يبقى في ربعين 2 يا ابو حميد، خد بالك. قلت لك تمام، اول واحده 45 وهنا 45. القيمه الاولى 45، القيمه الثانيه يا استاذ طلعت ب 135. هو عاوز حل عام، ينفع تقول 45 زائد 2 باي نون؟ لا، حولها باي 4 زائد 2 باي نون، و
3 باي 4 زائد 2 باي نون. إلى الآن في مشاكل؟ لا يا أستاذ. تمام، نكمل يا هندسة. أوجد الحل العام. يدي النيلة يا أستاذ. لا ركز هنا بقى، ركز هنا قوي واستقنيص كده وانت بتحل. جا سيتا يا أستاذ بتساوي جتا سيتا لما عدد بإشارة مخالفة. اقسم اليمتين على جتا. يا أستاذ مش الجا بتساوي جتا لما يكون مجموع الزاويتين 90 زائد 2 باي نون؟ أيوة أيوة يا أستاذ، أنا فاكر دي من الترم الأول. كله هيقبل الاسم على الاتنين، يبقى باي 4 زائد باي نون. صح يا هندسة، الحلاوة دي؟ ما خلاص هي خلصانة. صح والله، صح، ده من الترم الأول صح. طب لو حبيت بقى تربط الحل اللي انت خدته النهاردة، بتربطه ازاي يا أستاذ؟ ده بص حضرتك بس ركز معايا كده، قلت لك مركز، ده ما طلعش الا حل واحد. تعال نشوف المسألة هتتحل ازاي. ده كان الحل. جيت قلت له بقى انا هقسم على جتا، بقى جا سيتا على جتا سيتا بتساوي واحد، يعني ظا سيتا بتساوي واحد. صح، ظا كام اللي بواحد؟ قلت له يا أستاذ أول حاجة هي موجبة، يبقى في الربع الأول وفي الربع الثالث. لو لاحظت يا هندسة هتلاقينا 45 وهنا 45، دي على استقامة واحدة. تمام، لما بتكون وانت بتمثل الزوايا وتلاقيهم على استقامة واحدة، بتكتب أول زاوية زائد نص لفة. ليه؟ انت بقيت هنا، لو لفيت نص لفة هيديك للزاوية اللي بعدها، نص لفة هيديك للزاوية اللي بعدها، نص لفة هيديك اللي بعدها، نص لفة هيديك اللي بعدها. يبقى دلوقتي في حالة يا هندسة ان جيت تمثل الزوايا ولقيتهم على نفس الاستقامة، بتضيف باي نون. يا أستاذة نتاية ممكن أعملهم حلين؟ ممكن تعملهم حلين، مفيش فيها أي مشاكل دي. أيوة كده تمام، نكمل. ماشي، 2 جتا سيتا زائد 2 بتساوي 3. قلت له 2 جتا سيتا قيمتها بتساوي 1 لما عدد ده بإشارة مخالفة. جتا سيتا بكام يا باشمهندس؟ بنص يا أستاذ. جتا كام اللي بنص عزيز الطالب؟ قلت انت قال لا مش هتخدع، أول حاجة هي موجبة. صح، يبقى في الربع الأول يا أستاذ وفي الربع كمان الرابع. صح، جا 60 يا أستاذ، يبقى هنا كده 60 وهنا 60، يبقى أول رقم 60 درجة، تاني رقم 300 درجة. طب هل ينفع عزيز الطالب إن احنا نقول 300 درجة أو 60 درجة زائد 2 باي نون؟ لا، يبقى الحل العام باي على 3 اللي هي 180 على 3 زائد 2 باي نون، أو سالب باي على 3 زائد 2 باي نون. يا أستاذ سالب باي على 3 ليه؟ قلت له أنا مش كده، لا أنا عايز ال 300. قلت لك عادي، شوف ال 300 دول بيساووا كام يا هندسة؟ قمت أنت قال يا أستاذ ده دول بيساووا ال 300 دي يا أستاذ 5 باي على 3 يا أبو حميد زائد 2 باي نون. صح يا هندسة، نكمل؟ يلا بينا. إيه ده يا أستاذ؟ سوي المسألة بالصفر وحل يلا. قلت له جا تربيع سيتا ناقص جا سيتا بتساوي صفر. هاخد جا سيتا مشترك، اتبقى لي جا سيتا ناقص واحد، عادي عادي، ومنها جا سيتا قيمتها بصفر. قال لا، هو جا كام اللي بصفر؟ افتكر العلاقات، جا سيتا لما بتساوي صفر يبقى سيتا بتساوي صفر زائد 2 باي نون. جا سيتا لما بتساوي واحد، قلنا يا باشمهندس من دايرة الوحدة من أول الحصة خالص، تعال نرجع لأول الحصة خالص من هنا حضرتك، قلنا إيه؟ أدي قيمة الجا، ممكن نجيب كمان قيمة الجتا، تعال نجيب قيمة الجتا كده. جتا كامل بصفر، الجتا بصفر عند التسعين يا أستاذ، يبقى باي على 2 زائد باي نون. ليه يا هندسة؟ عشان يا أستاذ دي نص لفة وكمان في نص لفة وفي نص لفة وفي نص لفة وهكذا يا أستاذ. طب يا أستاذ جتا كامل اللي بتساوي واحد؟ جتا صفر يا أستاذ زائد 2 باي نون. جتا كامل اللي بسالب واحد؟ قلت له جتا يا أستاذ باي زائد 2 باي نون، أهي جتا 180. افتكر يا هندسة الكلام ده كله. تمام يا أستاذ،
هنا يا باشمهندس لما خدنا القياس المشترك الجاب صفر عند الصفر زائد نص لفة. كل ما تحط صفر ونص لفة معايا يا استاذ، صفر ونص لفة، صفر ونص لفة، جا كام اللي بواحد؟ جا يا استاذ 90 زائد 2 باي نون. ده يا باشمهندس اسمه الحل العام. يا رب تكون مستذكره. تمام يا استاذ. اوجد الحل العام لزتا سيتا بتساوي سالب واحد. قلت له يا استاذ بص حضرتك، سالب واحد معناه ان هو مش اماكنها. طيب الزاويه كانت 45، هل ال 45 طلعت على استقامه واحده؟ ايوه، يبقى انت هتضيف ايه؟ باي نون يا استاذ. برافو عليك. يبقى إيه اول زاويه؟ 3 باي على الأربعة زائد باي نون 135، ويلف نص لفة يا أبو حميد. تمام يا هندسة؟ تمام يا أستاذ. نكمل. أنا عاوز الحل العام هنا يا أستاذ. هنا في إيه مشترك؟ في جا سيتا، اتبقى 2 من جا سيتا ناقص جذر 3، ومنها جا سيتا بتساوي 0، ومنها جتا سيتا بتساوي جذر 3 على الاثنين. قمت انت قايل ايه؟ هو جتا كام اللي بصفر يا استاذ؟ قلت لك باي نون. طب جتا كام اللي بصفر بجذر 3 على 2 يا هندسه؟ قمت انت قايل لي في ربعين. ممكن يكون ربع اول او رابع. الزاويه 30 يا استاذ. يبقى اول رقم باي على 6 اللي هي 30 زائد 2 باي نون. طب ثاني رقم 330 اللي هو كم يا هندسه؟ اللي هو 11 باي على 6 زائد 2 باي نون. خد بالك يا سيدي الناس من حته الربع دي، خد بالك يا هندسه. تمام. ايه يا باشمهندس بقى الحل الفتره؟ هناك كنت بتعمل الحل العام صح؟ هنا بقى بتجيب له مجموعه الحل على الشبكه اللي انت رسمتها. مش فاهم يعني انت لما قلت له جا سيتا بتساوي 1 على جذر 2، جا كام اللي ب 1 على جذر 2؟ 45 يا استاذ، بس في الربع الاول او الربع الثاني لانها موجبه هنا. ادي 45 وادي يا استاذ 45، يبقى اول رقم طلعته كام؟ 45. ثاني رقم كام؟ 135 يا استاذ. قال لك بس الرقمين دول موجودين في الفتره اللي انا بسالك فيها. 45 ما بين 0 و 180 ايوه، 135 ما بين 0 و 180 ايوه يا استاذ. يبقى مجموعه الحل 45 و 135. مش المفروض يا ابو حميد تحولها راديان؟ لا، دي عادي بقى اكتبها زي ما انت عايز تكتبها. تمام. اوجد مجموعه الحل. انت واخد يا هندسه بالك من شكل الفتره؟ ايوه يا استاذ. شفت المره اللي فاتت كان مدي لك الفتره كده، شوف المرة دي مديها لك عاملة ازاي؟ عاملة زي المتباينة، يبقى كأنه هي هيها فترة يا أستاذ، بس مفتوحة عند الصفر وال 360. تمام يا هندسة؟ تمام يا أستاذ. طيب، تعال نشوف حل المسألة دي إيه؟ هناخدها يا أستاذ نسويها بالصفر، صح؟ 3 جتا تربيع سيتا ناقص 2 جا سيتا جتا سيتا بتساوي صفر. في إيه المشترك؟ في يا استاذ الجتا مشترك، صح؟ اتبقى 3 جتا سيتا ناقص 2 جا سيتا، صح يا هندسه. بعد كده يا استاذ طلعت له القيمه، قلت له ومنها جتا سيتا بتساوي صفر. طب افتكر جتا كام اللي بصفر؟ ادي الشبكه وده يا استاذ دايره الوحده. الجتا اللي هي خانه السينات هنا وهنا يا استاذ. طيب ما هتبقى بصفر يا استاذ عند باي على 2 ويلف نص لفه، صح يا سيدي الناس. طب تعالى نشوف دي. الله يا باشمهندس. يا استاذ بص حضرتك، 3 جتا سيتا بتساوي 2 جا سيتا، هقسم على جتا، جا على جتا يعني ظا سيتا بتساوي 3 على 2. طيب ظا كام اللي ب 3 على 2؟ مش عارف، تجيب الآلة الحاسبة على طول وتقوم قايل شيفت تان 3 على 2 بتساوي يا أستاذ 56 درجة و19 دقيقة تقريبا، صح يا هندسة. يبقى أصبح إيه يا أستاذ؟ مجموعة الحل بتاعتك، هو عايز الحل في فترة، يبقى مجموعة الحل دي طلعت ب 90 يا أستاذ، ودي طلعت ب 56 و19.
يا رب تكون واضحة معك يا هندسة. أوجد مجموعة الحل، إيه ده يا أستاذ؟ عادي اضرب المسألة دي في جاي الله. قلت له جاي في جاي بجاي تربيع، بضرب في جاي يا شباب، في جاي سين في جاي سين في جاي سين زائد واحد بتساوي سبعة على الاتنين جذر تلاتة جاي سين. اضرب المسألة دي في اتنين جذر تلاتة، اتنين جذر تلاتة جا تربيع سي زائد اتنين جذر تلاتة بتساوي سبعة من جا سي، ساوي المسألة بالصفر. اتنين جذر تلاتة جا تربيع سين ناقص سبعة جا سين زائد اتنين جذر تلاتة بتساوي صفر، ده تحليل مقاسي هندسي. اتنين جا سين في جذر تلاتة جا سين، تمام. تعالى يلا شوف دي كام في كام، اتنين جذر تلاتة عبارة عن كام؟ عبارة عن جذر تلاتة في اتنين، الاخير موجب القوسين مثل المنتصف، جذر في روحه بتطلع روحه يبقى تلاتة، وهنا اربعة يبقوا سبعة. ومنها جا سين قيمتها بتساوي جذر تلاتة على اتنين، جا كام اللي بجذر تلاتة على اتنين يا هندسة؟ قمت انت قايل له يا استاذ بص حضرتك هي زاوية 60 في الربع الأول وفي الربع الثاني، يبقى أصبحت 60 و 120، صح؟ جا كام اللي بعدها بقى؟ جا كام اللي بتساوي 2 على جذر 3؟ قلت له بما إن جا س أكبر من الواحد إذا فا يا أستاذ ما بتدينيش حاجة دي. يبقى أصبح مجموعة الحل هنا هي 60 درجة وال 120 درجة. يا رب تكون واضحة معاك يا هندسة. السؤال ده بيقول إذا كان الحل العام للمسألة دي هو كذا، قلت له يعني الستة بتسعين، جا تسعين بواحد بيساوي تلاتة ألف ناقص أربعة، هنعدد بإشارة مخالفة يبقوا خمسة بيساوم تلاتة ألف، ومنها الألف بخمسة على تلاتة يا أستاذ، بس كده، يبقى هو الألف بخمسة على تلاتة. السؤال اللي بعده بيقول مجموعة الحل هنا إيه؟ قلت له يا أستاذ أنا مش هتخدع، بص حضرتك أنا عندي قانون بيقول إن الظا تربيع سيتا ناقص القا تربيع سيتا بتساوي واحد، صح؟ صح. مش ده كان بيتحلل لظا سيتا ناقص قا سيتا في ظا سيتا زائد قا سيتا؟ قلت له أيوه. قال دول قيمتهم بكام؟ قلت له بجذر تلاتة، يبقى ظا سيتا ناقص قا سيتا بتساوي واحد على جذر تلاتة، صح يا هندسة؟ خدها مع اللي هناك بقى يا استاذ واشتغل حذف وتعويض. قلت له ماشي، يبقى هنا ظا سيتا ناقص قا سيتا بتساوي واحد على جذر تلاتة بالجمع، يبقى ظا سيتا او اتنين من ظا سيتا بتساوي جذر تلاتة زائد واحد على جذر تلاتة. الى الان تمام؟ تمام يا استاذ. جذر تلاتة في جذر تلاتة بتلاتة زائد واحد على جذر تلاتة يا أستاذ، قسمت على الاتنين هنا اتنين، طلعت بتساوي اتنين على جذر تلاتة. طب بكام بقى ظا كام؟ على الآلة الحاسبة يا أستاذ، شفت تان اتنين على جذر تلاتة يا هندسة، طلعت بكام يا هلا؟ طلعت بتسعة وأربعين درجة يا أستاذ وست دقايق تقريبا، يبقى الناتج تسعة وأربعين درجة وست دقايق. يا رب تكون واضحة معاك يا هندسة، نكمل؟ يا الله بينا يا استاذ. اذا كان جتا سيتا احد جذري المعادله، يعني ايه احد جذري المعادله؟ يعني دي قيمه س، يبقى هنحط جتا سيتا تربيع ناقص جتا سيتا في الظا اللي هي جا على جتا زائد جا تربيع سيتا بتساوي نص، جا تربيع زائد جتا تربيع بكام يا هلا؟ بواحد ناقص، مش دول راحوا مع بعض؟ ايوه، اتبقى لك جا سيتا بتساوي كام يا هندسه؟ نص يا استاذ. هدي هنا واحد ناقص نص بنص بتساوي جا سيتا. يا تعرف تعمل لي مجموعه الحل يلا؟ قلت له ايوه. هو في الربع الاول يا استاذ والربع الثاني 30 درجه و30 درجه، يبقى اول رقم 30 ثاني رقم 150. الراجل عاوز في الفتره من 0 ل 2 باي، يبقى 30 و150 يا استاذ. بس كده يا باشمهندس، اتمنى يا هندسه ان اكون قدرت افيدك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.